بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلاب ثانوية عامة دفعة 2024، كل سنة وانتم طيبين. أولياء الأمور وإخواتي المدرسين في كل المواد، وخاصة مدرسي اللغة الإنجليزية حبايبنا كلهم بلا استثناء، ويا رب تكون سنة سعيدة على طلابي الجمال، وإن شاء الله تكون سنة موفقة على الجميع. معاكم مستر حسن نجار، منصة سوبر أونلاين أكاديمي الإسكندرية. مستر حسن نجار ليه أبليكيشن جديد بعنوان معاك النجار إنجليزي، ومعانا قناتنا على اليوتيوب. العدد الصراحة بيدينا ثقة في شغل التيم ورك كله اللي معايا. أنا جزء من منصة كبيرة قوي وتيم ورك عظيم جدا، كلنا بنحاول وجاهدين اللي احنا نقدم خدمة للطلاب بتاعنا. سبحان الله، أنا هقول لكم الكلمة اللي بقولها لطلابي في السنتر، بقول لهم قولوا إن شاء الله يقولوا إن شاء الله، بقول لهم قولوا إن شاء الله يقولوا إن شاء الله، قولوا إن شاء الله تطلعوا من امتحان السنة دي كله بيدي على مستر حسن. منك لا يا مستر، تعبتنا طول السنة والامتحان طلع سهل. مهما كان الامتحان صعب، ان شاء الله النية لله واحنا بنتاجر بالنوايا. انا نيتي بشتغل ان انا لعل وعسى اغير سلوك انسان قدامي، لعل وعسى اساهم في مستقبل طالب قدامي انه يكون احسن مني واحسن كمان من باباه، واحسن وانتي احسن من مامتك وتفوقتي. والصراحة احنا العصر صعب جدا، لازم يكون احنا عندنا بعض الاسلحة، ومن اهم الاسلحة اللي انت بتواجه بها المجتمع بصعوباته بمشاكله كلها هو التعلم. طالما انت رجل بتبذل مجهود في التعلم، تعرف تحل مشكلة هتقابلك، تعرف حتى تسافر، تعرف تهاجر، تعرف تشتغل، يكون لك بوزيشن مهم جدا. ودي اهم حاجة انا بتعامل معها مع الطالب بتاعي. مستر حسن بيجري بالمنهج بسرعة، دي احدى الشائعات. ايوه يا عم، انا بمشي بالمنهج بريتم معين بسيستم معين عشان الحق اخلص، لان المنهج مش هينفعني في حاجه. اللي هينفعني من 1-3 ما نخلص ونبدا نحل لمده شهرين امتحانات. يبقى انت كده جاوبنا على السؤال ليه المستر بيدي ماده علميه دسمه وماتيريال عالي قوي، عشان هو المهم احل ياما. لما نقعد نحل مثلا، اسال زمايلك 600 ورقه قاعدين يحل، الطالب معايا امتحان اخر السنه خلاص في ايديك، فلازم انت تكون واثق في المستر زي انا واثق في امكانياتك. انت وانت شغال بيبقى انت عندك احساس كل ما اعمل امتحان تجربة انا جايب 30 من 50، طب اخر السنة هتلاقي نفسك جايب 46 من 50. ليه؟ لان بعود الطالب على الصعب عشان ما يقطعش ورقة الامتحان وقعدلي في اللجنة، او يغمى عليه، او يتعبلي من اولها. دي برضو احدى افكارنا. 2، بشقيك قوي 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 طول السنة عشان لو جمعت مني 50% 60% في الاخر والله العظيم هتوصل. طلبة كتيرة يقول لك النظام الحديث، النظام الحديث ده يا جماعة افرز افكار ياما في كل المواد. المدرس يكون مطلع، مدرس اللغات بيبقى دايما مدرس مثقف جدا، مدرس المواد العلمية والادبية بيكون عنده طاقة انه يستوعب كم ضخم من اسئلة الطلبة. فالنظام الحديث مشكلته كبيرة قوي ان الدرجة مش في ايديا ولا في ايديك، امال الدرجة في ايه؟ في طالب حل ياما. هي المشكلة ان انت تحل كتير جدا افكار كتيرة فتخش بعصاب هادئة من الدار. ده نظام امريكان، ولادنا اللي في الاي جي عارفين النظام ده، ان انا بعمل براكتس كتير جدا جدا عشان اوصل للي انا عايزه. دفعة 2024 املنا فيكم كبير جدا، الثقة ثم الثقة. فيش حاجة اسمها ابدأ على الهادي واشد في الاخر، لا، انت سنة استثنائية في حياتك بنحدد بيها لقمة عيشنا. انا عندي مشكلة مع طلابي في مادتي الجميلة ان هي عايزة طالب يكون متأسس، ومتأسس كويس جدا جدا، وياما بيطلعوا عليا كلام يقولوا ده لازم الواد يكون شاطر عشان يمشي مع المستر. لا، انا بمسك الحاجة بسيكونس معين. يعني هديكوا التنسس حبايبي في اول مذكرة زي ما اشرح لك النهاردة، عشان ابني عليها درس زي الاكتيف والباسيف، هبنى عليها درس زي الكوزيتيف، درس مهم جدا الريبورتد سبيتش. فتلاقي انت مش هقدر مثلا اشرح حاجه زي الديستريبيوتيفز الا ما اتكلم في قضيه الكاونتبل والانكاونتبل ناونز، ففي حاجه بتنصب على حاجه. طب انت يا مستر بتشرح كمان، كلنا عارفه هيوصل لك، والله العظيم صدقوني في دروس، صدقوني كان درس مثلا اسمه بارتيتيفز كنت واخده في تانية ثانوي، خلي بالك مش موجود، لازم انزله للطلبه.
ليه يا مستر موقع لونج مان ما بيرحمش مدرسينا؟ انا دايما بتكلم في مدرسين المدارس اللي مشغلين دماغنا. احنا عندنا مدارس في اداره شرق واداره وسط وادارات اسكندريه بيبقى فيها فصول للمتفوقين. الطالب ده بيبقى عندي ومعاه مدرس عبقري في الماده واشطر مني بكتير، فلازم انا اقدر اواجه مدرس شاطر. بنقرا ونطلع عشان عين طالب بتاع ما تبقاش عينه مكسوره قدام مدرس يبقى شاطر يعرف يرد، ما بالك بقى امتحان اخر السنه. فاحنا بنجتهد كلنا ازاي توصلوا صح. بص يا حبايبي، كلكم معاكم المذكره الاولى باستثناء طلبه المحافظات معاهم مذكرات الترم 16 حصه وصلوا لك. خدنا المذكره من يونتس 1 و 2 وخدنا 3 4 5 كمان معاها كمان جريت اكسبكتيشنز اللي مخلي مذكرات مقلبزه كده والعيال مرعوبه منها، اللي انا من اول يونت مسميه يونت 1 بارت 1 في كل السكيلز. لازم تحل قطع كومبرهنشن من الاول ومعك قطع كتيره بالموديل انسر، لازم تشتغل تراجم من اولها ولازم تكتب الرايتنج. مفيش حاجه اسمها اجل حاجه لاخر السنه، يعلم من يعيش. فانا بخلي قلبك جامد، مقالاتي معلش يا اولاد ممكن يوصل 30 و 40 نقاط، بس انا في الاخر بمواصفات السنه دي عاوز منك 6 سطور 7 سطور، احنا قد ودول، فاحنا فوق المنهج ولازم تكون واثق في كده. 2 الورق بتاعي شعاره جولدن جايد فور توبرز، المرشد الذهبي للمتفوقين والمتفوقات. اما المشكله في الشعار اللي جاي ده، ايه هو يا مستر؟ انجلش از ذا فيوتشر. ليه؟ انا طالب علم علوم وعلم رياضه، مش انا اللي اقنعك. انت كده يا باش مهندس يا دكتور يا دكتوره، الانجليزي املك ومستقبلك، ويلا بينا على الايلتس او التوفل عشان اسافر بره بالسلامه لو اعمل حاجه اسمها بوست جرادويت ستادز، صح ولا لا؟ اما بالنسبه لطلبه ادبي حبايبي 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 واركز عليهم، كل كليات القمه عندك عايزه درجه الانجليزي كام؟ هتقول لي حقوق، اقول لك في حقوق انجليزي. هتقول لي تجاره، اقول لك في تجاره انجلش. هتقول لي يا مس اقتصاد ودخلها فيها الانجلش، ما بالك باب ألسن او اداب انجلش او تربيه انجلش. ده النهاردة عندنا معلش عدد كبير من الناس بنسموه نون سبيشاليست ويخش معنا في مجال التدريس، ونرحب بيه اخواتنا وحبايبنا وبيبقوا شطار، مش هنقول لا يا جماعة، وطوروا نفسهم في النطق وطوروا نفسهم في الشغل، كلهم بيفيدوا. احنا بنحب الناس ونحب الخير لكل الناس، كله يشتغل بس يشتغل بما يرضي الله. بص بقى على الشعار ده، عايزك تقراه كويس جدا. ده جايبينه من جامعة في امريكا رقم واحد في العالم اسمها هارفارد. هارفارد في امريكا بتقول ايه في شعارها؟ The study pain is temporary. يعني يا مستر؟ The study pain، ألم المذاكرة ألم مؤقت. هو مكتوب النص كده يا جماعة، مش محرفين فيها. تاني ده كوت يعني كوتيشن، جملة مكتوبة على جدران الجامعة، ان ألم المذاكرة ألم مؤقت. يعني انت بقى ثانوية عامة مش هتفضل طول عمرك في ثانوية عامة، مستر حسن نجار مش هتفضل طول عمره معاك، ده هي شهور معدودة وعلى الجامعة ان شاء الله. عارف بقى مشكلتك في hasn't to learn it. افرض انت ما تعلمتش وما ذاكرتش وكبرت دماغك ومدوخني ومدوخ بابا وماما، ايه اللي هيحصل؟ The pain is lifelong، الالم مدى الحياه. وده بقى مشكله اولياء الامور ومشكلتك يا بنتي يا بابا قدامي. انا ابن عبقري بس لعبي هتتقهر اخر السنه، هتلاقي زميلك اللي كان ضعيف في مستوى واجتهد وصل لكليه محترمه وانت خايب ومايل. فاولياء عمي يا سيدي، ما كلها شهور وتعدي بقى، بلا كوره بلا اهلي بلا زمالك، احنا 2024. مستر ادهم الله يكرمك مسند معايا الدوري لمين؟ الاهلي طبعا، متشكين. وانت راجل زملكاوي اهوت وبعت القضيه، خدوا امام عاشور ومين على الدور؟ زيزو وهياخدوا فتوح. نفسي ياخدوا بقى مين؟ حبيبي محمد صبحي. لو خدوه يبقى يريحونا، ربنا يوفق الجميع، وياخدوا الزمالك يا جماعه ونبدا من جديد، نبدا فريق من جديد. وانا راجل زملكاوي وروحي حلوه وكلهم حبايبنا، فانت يا حبيبي خلاص. الدوري مين يا مستر؟ والكاس وكاس افريقيا. يبقى في حد يشوف ماتش الاهلي؟ يجيب من الاخر بقى الهايلايتس كده يبص لها ويتوكل على الله. فارحمونا يا جماعه. والدوري الانجليزي مين يا مستر؟ مانشستر سيتي. انت نسيت الكوره ولا ايه؟ خلاص ده اللي احنا عايزينه. طب والدوري الفرنسي بتاع مين بقى؟ طب انتوا عارفين التايتلز، فانت بص على ايه؟ على الاواخر. ليه بقى ضيع 3 ساعات مستني ماتش الاهلي والزمالك؟ ما انت عارف الماتش كورتين في العرض للزمالك وفي الاخر هيشيل، ولو شغال حط جون يبقى يوم اسود هنشيله برده تاني، هنعمل ايه بقى في خيبتنا؟ فانت ركز في مصلحتك. يبقى تاني شعاري يا حبيبي، قولوا كده يا مستر، ذا ستادي بين از تمبرري انما هازنت ليرن ات. خلاص كفايه عليك دي، الله يبارك لك حبيبي. حبيبي ركز في مذاكرتك. وانا دايما بقول لبناتي لله خليك اناني في حاجتين، اسمع من باباك حبيبي، خلي بالك. واحد صحتك، يبقى انت تركز قوي في صحتك عشان خاطر نظام الاندومي يا حبيبتي كده والشيبس والكولا والعك ده هشاشه في العظام وتخلف في العقل.
فانت كل فريش. يعني يا مستر فريش، شوف لك خضروات جميله تاكلها، شويه فواكه، اكله دسمه حلوه، فانت تلم نفسك في اليوم ده. تاني، صحتك رقم واحد عشان تعرف تركز شويه. اتنين، اناني في مستقبلك ومصلحتك ومذاكرتك. سيبك بقى من الغوغاء اللي انتوا فيها، ماشيين شله في الشوارع ورايحين درس وجايين من الدرس، ده في عيال والله ما بتاخد دروس واحسن منك. فانت اللي شايل الليله. انتوا بسم الله ما شاء الله حولتوا المدرسين لمقام، مقام سيدي فلان رايحين له ناخده فيزيكس او كيمستري مش هيعمل لك حاجه، مقام مستر حسن نجار رايحين ناخده درس عنده مش هيعمل لك حاجه، انت صاحب الليله، فخليك شاطر عشان خاطري. طب يا مستر ايه اللي مطلوب بعد كده؟ مواصفات امتحان 2024 احنا بنقوله بناء عن الامتحان لسه خلص من شهر، تمام. فانا عندي امتحاني خلاص الدوله اكدت هيبقى 90% امتحانات تشويسز الماده العلميه، وموضوع عندي مقالي 10%. طب المطلوب يا مستر في التشويسز هيبقى عندك 14 جمله تشويس، درجاتهم ايه؟ الله اعلم. في جمله بدرجه ومره درجتين، بنلعب بازلز احنا كده مع وضع الامتحان، هو بقى مزاجه. يبقى توزيع الدرجات ديت محدش يقدر يحكمها الا الامتحان على حسب صعوبته، زي ما حصل السنه دي في امتحان الكيمستري عادوا توزيع الدرجات، ويقال اخر ماده كانت بايو برضو كانت صعبه على الطلبه، بايولوجي برضو بيعيدوا توزيع الدرجات. فانت ما تجلس نفسك بالدرجات، انت المواصفات قدامك ادي قطعتين كومبرهنشن، الاولى كانت سهله والثانيه كان فيها شغل جامد قوي. طيب الترجمه اتنين انجليزي من انجليزي العربي واتنين من عربي الانجليزي. طب انت يا مستر، يا حبيبي يا مستر، اديك شايف اول حاجه التشويسز اي كل الناس شغاله فيها زي الفل، انا من اول السنه عيني على الكومبريهنشن. ثقافه، علم يا جماعه، تبقى انت قاعد كده المستر بيدلعك ويمتعك من اول حصه في السنه. اما التراجم انت بتبني نفسك تاتا تاتا، فعشان توصل للترجمه انا هقول لك هتعمل ايه من اول حصه. اما ما تبقى من الامتحان النوفل عندنا سؤالين باربع درجات، والإيسي الحمد لله تفاجئنا كلنا كمدرسين الجمهورية هم 6 جمل فقط، مع ان احنا كنا بنقوله 180 كلمة زي تانية سنة و200 كلمة، طلع في الاخر 6 سطور يعني حوالي 60-100 كلمة. موضوع هين قوي، بس عايزين طلبة تبقى خطها لولي، يعني خطك متدرب صح من اول السنة. اتنين، مفيش حاجة اسمها spelling mistakes او grammatical mistakes، دي مواصفات الامتحان. طيب يا مستر ايه مطلوب بعد كده؟ بتشوف شكل كده زي ما انا هدربك طول السنة على الواجب، خدت قرار ان كفاية على السلايد جملة واحدة وتبقى قدامها الشغل الجميل، وبررهاك على الهادي على الهادي على الهادي. طب انت واتش الطول ما تحبش الهادي، اضرب الفيديو في 1.5 و2، كل واحد امكانياته، وبتبقى الجمل بالمستوى اللي انت شايفه ده. اما قطعه الفيلم بناخدها برضو كامله ونحكي حكايتها في الاول كملخص، ونترجمها كلمه كلمه، ونزل بالتشويسز نقنعها بكل تشويس. ليه؟ انا راجل بيبقى قدامي عدد من الطلبه، بيبقى الفرحه كلها ان الطلبه تمشي من القاعه مفيش حد عنده طالب عنده سؤال، وانت بسم الله ما شاء الله عندك بقى جروب نيوسما وعندك تيم وورك وعندك ناس على الواتس وعندك قصه كبيره. نيجي بعد كده يا مستر للقطعه الثانيه، بننزلها برضو بنفس التشويسز الجميله، يبقى كده قطعتين ثانويه عامه ب 16 درجه. الترجمه بتبقى الجمله زي ما انت شايف من عربي لانجليزي، بننزل بالتشويز الصح والغلط، بنعمل ليه غلط والله بنبرر. انا مشكلتي عندي طوله بال، انت يكون عندك طوله بال شويه وانت بتشوف الفيديو الله يبارك لك. بعد كده برضو من انجليزي العربي جملتين، ومن عربي الانجليزي قلنا جملتين. النوفل كانت اسئله مباشره، عايز طالب شاطر قاري حاجه اسمها كاركترايزيشنز كويس جدا، وادي الاسي كده مواصفات الامتحان قدامك. طب يا مستر النهارده ان شاء الله هناخد يونت 1، حصه النهارده على 3 حصص، انا لو سابوني عليه اضربه في حصه، بس انا بعمل ايه؟ باخد منهج وببني مع المنهج كورس جرامر، يعني بشرح كل التنس اللي عليك ومش عليك. فانا النهارده هشرح بريزنت سيمبل بريزنت كونتينوس، حصه جايه على الهادي البريزنت بيرفكت والبريزنت بيرفكت كونتينوس، يبقى كده 4 ازمنه مع السلامه. هاخد بعد كده الباست سيمبل والباست كونتينوس، بعد كده هاخد الباست بيرفكت والباست بيرفكت كونتينوس مع السلامه. هخش في ملف الفيوتشر، يبقى انا عندي الفيوتشر سيمبل بافكاره كلها والفيوتشر بيرفكت، وانا عشان بحبك هديك حاجه اسمها فيوتشر بيرفكت كونتينوس. حلو الكلام، حلو الكلام. الكلمات عندك بتبدا تحفظها، وهتلاقي مستر ربنا يهديه ادعوا له بالهدايه اخ زميل فاضل يقول للولاد لا انا بص مش هحفظكم الكلمات، انا هفهمكم، انا لازم افهم طبعا، بس لازم يا زميلي يا اخويا يا حبيبي دي امانه، علم عيالك يمسكوا القلم ويكتبوا السبيلنج، لان في تشويز بتفرق مع حرف والله، خلي بالك انا بحلف بالله مش عارف كدب،
تمام، فبناء عليه. وكذلك في التراجم يا جماعة خلي بالك، انا عندي كلمة رول ار او ال اي ورول ار يو ال اي، فانا عندي مشاكل في السبيلنج، دي معناها دور ودي معناها قاعدة، تمام. فانت لازم انت تفكر شوية في الجمل كتشويسز، وعندك ادابت بالاي ومرة بالاو ونطقهم واحد الاتنين ادابت، ما حدا يتكيف وحدا يتبنى. فمش هنحكي بقى ونرجع عشان نبدأ حصتنا، فهنحفظ كلماتنا ان شاء الله وبنسمعها عادي. طالب السنتر بكتب له كلمة بالعربي، هو يكتب لي الانجليزي. انت كطالب بتذاكرها كطالب اونلاين، وعشان بتنسأل فيها كتشويسز. بعد ما نخلص كلماتنا الجميلة بنعمل بعض الديفينيشنز السهلة، تمام، مقسمين يونت على 3 حصص، ونعيشوا بقى مع مين يا مستر؟ ملاحظات اللغوية، وادي احد اختراعات مستر حسن حبيبك. كل ما اقول ملحوظة يا اولاد بنزل عليها 3 جمل بالموديل انسر، يبقى انا كده قللت من اخطائك في الواجب. بعض الافكار زي ما انت شايف زي الابوستروف اس، ارميها يا مستر على اليوتيوب، رميها لك على اليوتيوب، لان ليها جماهيرية على اليوتيوب مع طلابي حبايبي. هنقعد بقى يا مستر قطع الريدنج بتاعت كتاب المدرسة. الصراحة ياما الله يكون في عونك مش هنفوت ولا قطع، حتى لو تافهة، لو فيها كلمة انا في عرض كلمة هقولهم لك بالتفصيل تماما، لان الحصص بتقسم الى فيديو الهومورك، وبعدها فيديو مهم جدا اللي هو الجرامر، وبنختم في الاخر بالفكرة. انما انتوا عشان اول حصة معلش هنبدأ بتو فيديوز جرامر ونطلع بعد كده على الفكرة ان شاء الله حبايبي. بعد ما خلص الفكرة عيش معايا بقى كم ضخم التشويسز، في حاجات بتبقى واجب فعلي وفي حاجات بنزلها بالمودل مين انسر، تمام. مش تيم ورك بتاعنا، لما يبقى في امتحان تجربة بنعمله حلول 8 نماذج، والله بنوصل ل10 نماذج امتحانات تجربة، كم ضخم. اما الجرامر بالتفصيل الممل، هتقابلني مشكلة في الجرامر انا بقول ساعات بريزنت سيمبل وساعات اقول مضارع بسيط، لان عندنا طالبة لغات كتيرة وطلبة عرب كتيرة، فبمسك العصاية من النص ان ده يفهم وده يفهم ان شاء الله. بس بيني وبينك لو انت طالب لغات اصبر عليا شوية، لان انا في الاخر بقدم لك مادة علمية فيها تفاصيل دقيقة جدا لاي فكرة بقولها عشان تميزك وتميزني ان شاء الله. بعد ما خلص حبايبي الشغل الجميل ده هناخده كم ضخم في اسئلة التشويسز على البريزنت برضو كونتينيوس او البريزنت سيمبل، ونعيش بعد كده قطعتين من تأليف المستر الفكرة ديت، هي اختراع يعني بسيط، بنزل القطع ادي القطعة وادي الاسئلة وادي المودل انسر وادي يا عم الست كلمات او الثمان كلمات اللي مزعلينك، يبقى دول قطعتين هدية. ده اختراع قديم قوي انا عامله صدقوني عشان برضو يديك بعد ثقافي فوكاب. انت واد شاطر طلعت بكلمة خير كلمتين خير، هنخش على التراجم على الطريقة التقليدية. ليه يا مستر مش انت قلت الترجمة شوي؟ ايوه ده انا بقول لعياله والله حتى التشويسز اوعى تحل التشويس ترجمة، حل الاول بخط ديك وقول ان شاء الله يا ابني، قول ان شاء الله اللي انت كاتبه تلاقيه بالنص. وصلت يا اولاد معايا؟ الله اكبر علينا يا جماعه. بعد كده عندي مقالتين اهم، واحده بعنوان your favorite newspaper، على اساس اليونت اسمه read all about it، عن الصحافه وكلمه piracy هنستمتع النهارده، ومقال ورك بوك كان قديم عندنا انت تفضل معلوماتك تيجي ازاي، هل عن طريق newspaper or the internet. حتى في كلمه يا اولاد اول مره تسمعها every day we are bombarded with، كلمه بومب قنبله، bombarded with تنهال علينا الاخبار. تخيل دي لو ترجم، مش عايز اغني لك بقى عشان ما عنديش وقت. انا انت بسم الله ما شاء الله حصتك على المنصه بتوصل لثلاث اربع ساعات، فارحمني شويه وانا بعتمد عليك وعليا وعلى ورقي. عشان كده يقول لك المستر عامل ايه ورق جميل، لا انا ورقي ده خدمه للطلبه مش ليا بس، ان انت تبذل مجهود معايا شويه. طب يا مستر بنعمل ايه بعد كده؟ قبل ما تيجي تسمع في السنتر بتسمع كلماتك ان شاء الله، وانت كطالب اونلاين انت بتسمع في الورق قبل ما يجي المستر. بص بقى انا في المذكرة دي عامل 3 حاجات جمال قوي، 1 واجبك جوه المذكرة، الله، 2 كم ضخم الورق ليه، لان في كتير من الافكار نازلة بالمودل انسر، 3 بسمع جوه المذكرة، يبقى انا مش عايز بوكليت خارج مذكرة مستر حسن. سؤالي التقليدي، هل ممكن يا مستر يا حبيبي يا مستر ان انت فعلا نجيب كتاب خارجي؟ انا بقول لكم ولادي حبايبي يا نفسي تجيب اي كتاب خارجي، اي كتاب جميل، ومؤلفينا الجمال احلى من بعض في الشغل الجميل، هات الكتب اللي انت عايزها. ليه بتحب يا مستر يكون معاك؟ عشان تحس بقيمه
الشغل بتاعي. طيب يا مستر جريت اكسبكتيشن، جريت اكسبكتيشن ولادي حبايبي جايه لكم السنه دي ان شاء الله سؤال مقالي، مقالي بس احنا مبدعين ليه؟ لان احنا هناخدها كفوكاب وناخدها كشرح بالتفصيل وقرايه، ومش عايز اقول لك اخر السنه ايه اللي مستنيك بالنسبه للنوبل ان كل الاسئله تعدى عليك. انا بتكلم النهارده لاولادي كرساله اطمئنان ونستحضر النيه لله سبحانه وتعالى. مستر حسن حبيبك بيبدأ سنته السنة دي 2024 مع طالب من أسوان أو طالب من اسكندرية، كل طلابي حبايبي جوه قلبي وجوه عينيا. أنا عايزك تكون مطمئن تماما من ناحيتي أنا، إنما اللي أنا عايزه منك اطمئن من ناحية نفسك، اللي أنت تنام حاطط راسك وراضي عن أدائك اليومي. النهاردة عندي كيمستري أبذل أقصى جهدي في المادة دي، عندي فيزيكس ما خافش أبذل أقصى جهدي فيها، تلاتة الانجليزي انا اعمل له 3 4 ساعات اخدهم بمرض الله. طب انا ضعيف يا مستر في الماده، اديني ساعتين زياده تمام، واليوم 24 ساعه. قلنا انت تاخد 8 ساعات بتوعك نوم او 7 براحتك، تاخد ساعتين 3 بريك براحتك، تاخد درسك هتلاقي والله اليوم فاضل له 8 ساعات بركه مذاكره او 7. يعني انت قسمها كده من الاول ان انت تاخد نفسك على الهادي في اليوم 5-6 ساعات لغايه ما تشد اخر السنه ان شاء الله. في مشكله بتقابل المستر يا اولاد ان انا بشد من اول يوم في السنه لاخر يوم في السنه، لان احنا بنخلص شغلنا ان شاء الله في الغالب بليله الامتحان بكله، هيبقى اخر مجموعه بقابلها وانتوا عشان اونلاين هيبقى اخركم 20/5 قبل امتحان ثانويه عامه بثلاث اسابيع، وتكون خدت المراجعه وليله الامتحان. عارف الانجليزي السنه ديت كان قدامه كم يوم؟ 4 ايام، والله ما نزلت واد من بيت، كل حاجه كانت متقفله. وانا اللي فرحني اكتر بعد ما خدوا الحصه في السنتر وعلى المنصه نزلت لهم بطريقه شيك وجميله قوي على قناتي على اليوتيوب، اتفاجئت ب 140 الف مشاهده، وانا اتفاجئت ان في ناس عملوا مشاهدات اكتر مني، دخلوا في قصه وسالت بيشتروا فيوهات ومش فيوهات وقصه كده، انا مش عارف الفيك ده داخل في كل حاجه في حياتنا. قلنا جروبات الله يهدي الجميع، حتى اليوتيوب انا بسال بعض الناس قالوا الفيك دخل في كل حاجه يا مستر، فانت خلي بالك من مصلحتك. ما ينفعش مدرس تعمل له ماركتنج عالي قوي هو لسه ما خريج السنه اللي فات او سنتين، فانت بصوا لمدرسكم كقيمه كبيره ان هو بيبذل اقصى مجهوده. انا بتكلم على مستر حسن ابو 30 سنه خبره، الاقي بقى معمول فوت دلوقتي حسن نجار ولا مستر فلان، انا مش موجود خالص. ده في بنت طالبه عندي قالت يا مستر بيحط عندهم كده في السيستم بتاعهم اللي يكتب حسن نجار ده ما يبانش خالص. انا بتفاجئ بحاجات اول مره اتعلمها من طلبه في ثانيه وثالثه ثانوي. فانت يا اولاد خلي بالكم مصلحتكم والناس بناديه، اتقوا ربنا في اولاد الناس. الموضوع مش بيزنس يا جماعه، احنا في الاخر كنا مدرسين متمرمطين جوه المدارس، وكنا ساعات يقول لك المستر النهارده ابو شنا ولنا امن على المدرسه، واقف انا امن على المدرسه وليه امر داخل اخد بياناته عادي، النهارده انت في لجنه تسليم كتب ندوله عادي، النهارده انت ماسك دور، النهارده مدرسين لو مش انا ماسك اشراف في الحوش عادي. فاحنا اتمرمطنا ومشينا شويه بشويه، فالشغلانه ديت عايزه طولة بال شويه. فانت في ايد امينه، وانا نيتي انا والتيم ورك احنا تحت امرك في اي حاجه، تشد حيلك ولا بينا كل سنه طيبين. نبدا اول حصه يونت 1 بارت 1 على منصه سوبر اونلاين اكاديمي. بابا حبيبك مستر حسن نجار، يلا بينا على السبورة.